وثائق بنما المسربة تكشف عن حسابات مصرفية لا تخضع للضرائب تخص ميسي وبلاتيني وأسماء أخرى لأعضاء سابقين وحاليين في فيفا، لكن ميسي وبلاتيني نفيا ما ورد. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق. النصر السعودي يتطلع لرد اعتباره عندما يحل في ضيافة الأخويا القطري في أبطال آسيا. والأهلي السعودي يسعى للثأر من ضيفه العين الإماراتي. برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية من دور الأبطال. وبايرن ميونخ يستضيف بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الثمانية من دور الأبطال.